بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو دوت هنشرح ازاي بنعمل ريجستريشن لاند بوينت من النوع EX60 على جهاز الفي سي اس. نبدا بالكونفيجريشن على جهاز الفي سي اس. اول خطوه هنا بروح على الفي سي اس كونفيجريشن واختار البروتوكول اللي هشتغل بيه وليكن H323. هنجرب مره ريجستر اند بوينت ببروتوكول H323 ومره بالسب. هبدا دلوقتي بالH323. تمام. اتاكد اول حاجه هنا من الصفحه ديت ان البروتوكول بتاع H323 المود بتاعه اون، يعني بيسمح للH323 اند بوينت ان هي ريجستر على الجهاز. تمام، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان هروح على الفي سي اس كونفيجريشن اختار انترنت وركينج. تمام، اتاكد برضو ان المود بتاعها اون، يعني الفي سي اس بيسمح للسيب اند بوينت او الريسيب ريجسترد اند بوينت ان هي تكلم H323 ريجسترد اند بوينت، الاثنين يكلموا بعض. تمام، لان انا عندي اند بوينت من النوع السيب اند بوينت من النوع H323، هما الاثنين ريجسترد على الجهاز وعايزهم يتكلموا مع بعض، لان ممكن امنعهم يتكلموا مع بعض. تمام، الخطوه الثالثه ان هروح على البي سي اس كونفيجريشن واختار ريجستريشن، بعدين اختار كونفيجريشن واتاكد برضو ان ريستريكشن بوليسي نون، هي الديفولت بتاعها نون، بس لو في مثلا كونفيجريشن قديم ولا حاجه، لان دي حاجه عامله زي الفاير وول كده، ممكن اسمح لبعض الاند بوينت ان هم يتحطوا في الوايت ليست والبعض الاخر في البلاك ليست، ما يعملوش ريجستريشن عندي. تمام، الخطوه الاخيره بقى ان انا اتاكد من اسم الدومين اللي من خلاله هسمح للاند بوينت ان هي تريجستر عندي. اروح هنا في السيب في اختار دومينز، ويعني حسب اسم الدومين على الدومين اللي انا شغال بيه اللي هو. تمام كده خلصت شغلي على الفي سي اس. طب انا عايز اشوف بقى الاجهزه اللي حصلها ريجستريشن من الستيتس، اخش على ريجستريشن بعد كده اقول باي ديفايس واشوف الاجهزه اللي معموله ريجستريشن. ده بالنسبه للشغل اللي بعمله على الفي سي اس. بعد كده اخش على الاند بوينت نفسها اللي هي الاي اكس 60، اخش على كونفيجريشن سيستم كونفيجريشن، بعد كده نتورك سيرفيسز، اتاكد ان البروتوكول بتاع الاتش 323 اون، المود بتاعه اون، هو اون دلوقتي. بعد كده اروح على الاتش 323 نفسه، احط الادرس بتاع الجيت كيبر اللي هو الفي سي اس اللي هو 10 30 172. تمام، وعندي هنا بالنسبه للكول سيت اب مود عندي اثنين مود، الدايركت والجيت كيبر. جيت كيبر يبقى انا هستخدم البي سي اس عشان اعمل الكول، الدايركت ان انا هشتغل بالاند بوينت نفسها. طبعا احنا بنستخدم في اللاب بتاعنا هنا الجيت كيبر اللي هو البي سي اس. هنا احط الفون نمبر 900. تمام، وهنا احط الفون نمبر ات الدومين نيم اللي هو اسمه في كونف. تمام، بعد كده عندي نوت هوم اصبحت ريجسترد. في طريقه تانية اوتوماتيك يعني زي الاوتو ريجستر كده، ان انا اخش على كونفيجريشن واختار سيستم كونفيجريشن، بعد كده اختار بروفيجننج. البروفيجننج دوت بالظبط عامل زي الاوبشن 150 في السي ام اي او السي سي ام. الفي سي اس مش بيسبورت الاوبشن 150 لان بيسبورت البروفيجننج. ممكن اختار المود هنا بتاعي يبقى في سي اس، هيخلي الاند بوينت ريجستر اوتوماتيك. تمام، اصبحت ريجستر دي. اروح على الفي سي اس، اعمل ريفرش هنا، هلاقي ان هي اتضافت. ممكن دلوقتي اعمل كول الويب انترفيس. طبعا هو في كنترولر تاتش بيت كده بكنترول منها الموضوع، بس انا عايز اوريكم الكول من على الويب انترفيس. اتصل ب 970. طبعا هو بيرن دلوقتي بس انتوا مش سامعينه. ماشي، تمام، كول فيلد ساين. طبعا الكول كانت بتعمل فيل عشان خاطر الديفولت كول كان بروتوكول السب، فانا هعمله الاتش 323 لان الاند بوينت دلوقتي شغاله اتش 323. بحاول اعمل الكول مره ثانيه. Thank you.
انا كده عايز اشوف الـ information عن الكول، هلاقي ان البروتوكول المستخدم هو الـ H323 والترانسميت كول ريت والريسيف كول ريت وهكذا. الفيديو اللي جاي هشرح ازاي بنعمل ريجستريشن لسيب اند بوينت على الـ VCS.